سير بطيخ على كل متابعينا في الوطن العربي. في نت الكرتون كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين على قناة كارتون نتورك اسمه وقت المغامرة. يا انا عايز ابني البيت بتاعهم بتاع فين ونجيك. مش عارف حاس نفسي لسه صغير دلوقتي بس اللي هو بحب الكرتون داوي ويا عايزين بيت لعلوش بانه هو لسه عضو جديد بقى وكده. وما بين اللي انا قاعد بقالي فترة مش ببني مش بنزل لكم افكار بناء بنزل لكم فيديوهات عن البناء فلازم يبقى في فيديو بناء. احنا نبني البيت ده كهدية لعلوش على كل المساعدات اللي هو قدمها لي المشاريع السابقة وفي آخر الفيديو هوريكوا الرياكشن بتاعته فيستحسن تفضل قاعد لآخر الفيديو فاهم قصدي؟ وانت قاعد برضه تقدر تحط اشتراك كومنت لأن في نسبة كبيرة منكم مش مشتركين ف كده مبدئيا وات ذا فاك مبدئيا يعني قبل أي حاجة بتاع ده انتشر كتير قوي وفجر أبو التاور كله افتكرت إن الموضوع المفروض يكون اتحل خلاص مش انت موجود هنا ليه لسه اوكي بطل شغل الدراما بتاع اليوتيوبرز واقدر اقول لكم ان فعلا غازي ضحك عليا واداني البيكاكس المسحور الغلط الموضوع دخل على الارض دلوقتي نطلع بنروح ورا القصه السنه صغيره كده وبنروح ورا اليوتيوبرز والدراما ده كله حبيبكم انتوا كملوا القصه لان انا حرفيا ما بقاش عندي اي فكره فانتوا كملوا القصه تمام وقولوا لي ايه ممكن تكمله القصه دي وبليز ما يبقاش في تفجرات في منطقه غازي ولا انا او فاهمين يا احنا مش بتاع تفجيرات احنا عامه زي ما سمعتوا في الانترو اليوم هنبني بيت وقت المغامره وهنبني بالتحديد هناك فهقسم المشروع ده لكذا مرحله اولا احنا عايزين نشيل كل الشجر اللي هنا فهنسمي المرحله الاولى تنظيف وتحضير المنطقه المرحله الثانيه هي تجميع موارد المرحله الثالثه هي البناء فيا خلينا نبدا في المرحله الثانيه على طول ليه نقعد نجمع نخلي موضوع ان احنا ننظف المنطقه ده حرفيا في نفس التايم لاب اللي احنا بنبني فيه عشان فاهمين نوفر علينا وقت الله ما احلى المشروع ده اقسم بالله حاجه جامده قوي واحد من اكتر المشاريع اللي انا فخور بيها لو ما شفتش الفيديو روح شوف لان حاولت نهاري كامل وبعد كده عملت بايم كامل فيا روح شوف احسن لك بدل مضربك اضربك اعلان لاخر فيديوهين على السريع دلوقتي نروح نجمع الموارد السبون واحد من اسوأ السبونز اللي احنا عملناه في وذر كرافت لحد الان المشكله الوحيده بس ان احنا بقالنا فتره طويله كل واحد مشغول بحياته فيا ان احنا نفضل في السيرفر الو امتى ذكي اوكي واضح انه حل اند لحظه وات سون ازاي سون يعني ازاي سون ازاي سون وانت حاضر انا مش فاهم حاجه ازاي سون يا باشا او سون عشان الشلكرات مش بتفتح اصلا تمام فهمنا 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 اوكي الروح بتاعتنا على السريع كده حل الجاردن جايب ولا حاجه ايزي يو اوكي يو يو انا ترعبت وربنا ترعبت والله ترعبت مالك حيوان موت اخ انت مش متخيلين قد ايه انا ترعبت انا حرفيا انا حرفيا نطيت من الكرسي اوتيل اوكي محل الشلكر جايب دايموند بالهبل حلو عاش محل السان مش جايب حاجه خالص حلو بس ارباحنا من محل الشلكر جايبه بطريقه مش طبيعيه اوكي خلينا ناخد ارباحنا ونصرفها كلها دلوقتي يلا مبدئيا انا هحتاج كونكريت من عند باري او يا باري لسه ملاش المحل بتاعه تاني اها نايس اوكي فانا هجيب ستاكين داي حلو وهجيب كل الخشب اللي هنا لان زي ما انتوا تعرفين بيت وقت المغامره ده عباره عن كله خشب حرفيا فيا محتاجين خشب كتير قوي ومحتاجين خشب الاوك العادي كمان مش اي خشب فهو عنده من الخشب ده كتير حلو السعر بكام؟ حسك 10 دايموند دايم فورناو اظن ان الكميه دي هتكفي لو احتجت اكتر هرجع اشتري منه اكتر اظن هو محتاج مني العدد ده طيب للاسف الكونكريت مش موجود في المحلات فقدرت ان انا اشتري شويه صغيرين جدا من الموارد اللي انا محتاجها انا محتاج اكتر من كده بكتير اكتر بلوك انا محتاجها كتير هي الموس بلوك انا عارف ان انا ممكن اكون نسيت في اول الحلقه ولكن حابب اقول كل سنه وانت طيب لمصطفى رجب واحد من متابعيني كان عيد ميلاده امبارح على ما اظن انه امبارح انا مش عارف انا هنزل الفيديو ده امتى بس على ما اظن انه امبارح فانا عملت لك كيكه حلوه قوي هنا كده بمناسبه عيد ميلادك وحابب اقول كل سنه وانت طيب وكل سنه لكل الناس كل سنه وانت طيبين لكل الناس اللي كان عيد ميلادهم قريب و ازاي هاكل الكيكه دي دلوقتي بقى ايه رايك مصطفى رجب هابي بيرثداي اوكي كده معانا الخشب كده معانا اللايم داي دلوقتي وقت اللي احنا نجمع بايدينا كام ماتيريال تانية خلينا ناخد شويه من الشلكرات دي وخليني اوريكم اسهل طريقه لتجميع الموس بلوك مبدئيا انت محتاج دايموند هو ومحتاج كام بلوكيت موس دلوقتي روح لمكان كله ستون زي هنا كده مثلا دلوقتي لما توصل لمكان كله ستون كل اللي هتعمله ايه هتحفر كده شويه بلوكات مثلا 4 في 4 هتجيب معاك شويه بون ميل كتار قوي تعمل كده اهو و اس وات الموس بلوك بيتدبل
افضل اعمل كده شوية حلوين، بعد كده ببساطة انزل بالهو جمع كل المزبلوك، وهم كان الاول معاك 2 ولا 3 دلوقتي معاك 6 وشوية، وبس ارجع كرر نفس العملية وخلاص هيبقى معاك حرفيا موز بالهبل. انا نفسي عايز املى الشلكرات دي كده كلها موز بلوك، لانها تكون واحدة من اكتر بلوكات اللي هنستخدمها في البناء بتاع النهاردة. تجمعها هياخد شوية وقت كتير، عشان ما اطولش عليك خلينا ندخل في التايم لاب بتاع البناء دلوقتي. يا علش انا عايزك تحط راسك لتحت حلو وتمشي معايا ببطء، عاملين محط لك هدية. ما تسالنيش احنا ليه مجتمعين في حظيره الحيوانات، هو ده المكان الوحيد. اخيرا بعد كل هالوقت نتقابلوا بحظيره، حرام عليك. مصيرك. المهم امشي معايا شويه بشويه. طبعا يا علوش الهديه الجميله دي تمام لمساعدتك، او ماي جاد، لمساعدتك في المشاريع اللي احنا عملناها مع بعض والفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض، وانك تجيب لي فلوس قصدي، وانك تساعدني وكده. فهقدم لك هديه بسيطه واللي هي مكان سكن منطقتي. يعني لما اقول 3 ارفع راسك وتبص. اوكي يلا 1 2 3 واو شو العفن. $100 $100 تقول عليها كويسه. اوكي يلا يلا عيد 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 يلا عيد طلع راسك. واو عمر شكرا لك كتير، حلو كتير حلو كتير صح. انا عارف يب 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 انا عارف حبيبي والله. يعني اوكي تعالى مبدئيا المدخل بتاعك هيكون من هنا كده، تتمشى وتطلع السلم ده. انا مش عامل اي ديكور داخلي لان سايب الموضوع ده ليك تمام، تبقى في الوقت الفاضي انت تعمل ديكور داخلي براحتك تمام. عندك مكان هنا وعندك مكان فوق، شايف المكان اللي فوق ده؟ ده يودي لغرفه تانية برضه، غرفه النظر ولا غرفه تعذيبك؟ وات ولا شيء ولا شيء. يلا نطلع. هنا عندك الغرفة دي تقدر تستخدمها في اللي انت عايزه برضو. كم غرفة من هدول فيه؟ هي صغيرة حبة، في 2 بس، مفيش غير ال مفيش غير المكان الضخم ده. لك واحدة ولا غازي واحدة؟ اوكي يلا يلا يكمل. لا لا مبقاش في جولة خلاص. هنا الغرفة الثانية، تعال شوف. شي اللي بحترمك يا عمر، هدي اكبر بريميوم لك. يلا كمل. لا خلاص مبقاش في جولة جد بقى، خلاص خلصنا، اطلع برا. انا هزل. لا ما اقدرش تطلع برا. ايه ده مكانك، انا هطلع برا. صح بيت اطلع برا. انا هطلع برا. واو ملحقش. ملحقش يتنى بالبيت اصلا، مات. عموما يا شباب كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش اللايك واشتراك كومنت، وهشوفكم الفيديو الجاي. يا حجش البطيخ، مفيش بطيخ معايا، مفيش بطيخ. Doing me, everything is on me.